يمتلكها بثقة. مشاكل العظام والعضلات من أكثر المشاكل انتشاراً وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة، ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك. والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفيفيناك، لأنه يعالج الإصابات الرياضية وآلام العضلات وأعراض الروماتيزم، ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة وأفضل إمكانيات. مساء الخير أعزائي المشاهدين، رجعنا في حلقة جديدة من كارا وعبود. نقول مساء الخير كابتن سمير. قول مساء الخير يا نادر. أهلا وسهلا بك، كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ أمور باهية. اليوم ضيف حلقتنا سمير، لاعب من الجيل الحالي، لعب مع المنتخب الوطني، مهاجم قناص. نمشوا نشوفوا التقرير ضيفنا اليوم ونرجعوا نتحدثوا مع ضيفنا إن شاء الله. تمام إن شاء الله. سهلا محمد الغنودي ضيفنا اليوم، أنسنا وشرفتنا في كارا وعبود. أهلا بك كابتن نادر. أهلا كابتن سامير. مساء الخير. تشرف معنا بحضوري معكم. برنامج غني على التعريف الفترة الأخيرة نال شهرة في ليبيا وفي الوسط الرياضي، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة تضل، إن شاء الله نسعد نسعد المشاهدين إن شاء الله. بوجودك أكيد. شكرا. بارك أكيد الله. هذه شهادة نعتز بها أنا وزميلي نادر، لأن محاولة منا إن إحنا نوصل لقلوب المشاهدين قبل
عن طريق برنامج حنحاولوا ان احنا نستعرضوا فيه ذكرياتنا، ذكريات لاعبينا في ملعب. واحنا الان ممكن السيزون الثاني موجود في ملعب كرة قدم كنا لعبنا فيه وكنا عندنا ذكريات فيه. محمد اكيد انت من الناس اللي عندك ذكريات، وذكريات هلبة من الذكريات في الملعب هذا. محمد احنا عارفين بوش نخشوا في السؤال التقليدي نادر اللي هو تكوينك. محمد نعرف انك انت من ناشئين مع الاهلي طرابلس، مشيت مش هو بس خوته كلهم في الاهلي راس يا اخي. قال لي عنده واحد اسمه محمود، قلت له ما فيش واحد ضف في الكوره اسمه محمود الا مخلوف بس. طبعا محمد احنا نتكلموا على بداياتك في الفريق الاول، الانطلاقه اللي هي الفعليه لمحمد. البدايات كانت مع الموسم 2009 2010 ممكن كان نادر معي في الفريق، يعني اني انضميت لهم الاخيره خلاص. لا الصراحه ذاك السوس. لا 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 الحقيقه الكابتن نادر من اول الناس اللي احتوتنا في الفريق معنا وحاولت توريني الطريق الصح، بارك الله فيه الحقيقه. وكانت بقياده المدرب القدير محمد الخمسي رحمه الله عليه، الله يرحمه، ومساعده رضا عطيه اللي نوجه له تحيه من هذا المنبر. فكانت مباراه في سرت، يعني ممكن اول ما استدعوني للفريق في التمارين ما كنتش اتوقع اني يعني حنمشي معاهم للمباراه. بطاقه وسط كانت عندك؟ اي عمره وسط، يعني كان 19 عام وقتها، يعني كنت وقتها ممكن مازال عندي عام ثاني مع الوسط من غير العام هذا، كنت مازال عندي عام ثاني. فتم استعانه به فريق الاول، يعني فهذا شرف كبير الحقيقه انك تمثل مؤسسه كبيره. لا يلعب كان لعب خشيت بدلة انا. حسابك كان مصاب ولا حاجه استعانوا بيك بدله؟ لا 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 انا ضيع له كل الظروف ويعرف كان يلعب. لا لا نادر الحقيقه مشاتي فيه مجروحه الحق قدام الناس، يعني بارك الله فيك. من الناس اللي قلت لك من اول ما بديت يعني اعطاني الطريق اللي مشيت فيه، فكان من الناصحين ديما والداعمين لي سواء لما كان معنا ولا حتى لما سيب، يعني توجه لمجال ثاني من رجال الاداره ولا مجال شيء. حتى تعاملنا في فتره في مكان مدير كوره معنا في ايامات مشاركه افريقيه مع كرول. مع كرول فكان ممكن في الوقت الودي يحفز فيا، معنا ديما نتعاند ويقول مباراه بنسجل مباراه بنسجل. اكيد محمد من اللاعبين المريحين، معنا من لاعب منضبط داخل وخارج الملعب للامانه، مش توا ليه ضيفنا، من اللاعبين اللي معنا لي الشرف اني تعاملت معاهم ولعبت معاهم في الملعب وتعاملت معاه كاداري معنا محمد. ومستقبل الاداره في نادي الاهلي نتمنى تسخير الامكانيات نتاعه وفي الملكه. نادر في اشكاليه ممكن محمد انت انت قلت كلمه توا، قلت تعاملت معاه لما كنت انا لاعب وتعاملت معاه اداري. في لاعبين ما يعرفش يفصل انه بين زميله لما يكون معاه في الملعب كلاعب وبعد انه يصبح اداري مثلا يبدا نفس التعامل. لا اكيد، وهذه مشكله واجهتني مع بعض الاسماء. يعني اكيد محمد يعرف يفصل بين هذه العقليه، هذه العقليه الليدر معناها وخبره وخبره اللعب معناها يعتبر عاصر عده اجيال. لعب في قال لك مع الاستاذ محمد الخمسي 2009، يعتبر لعب مع جيلنا احمد سعد المرحوم معمر داود الله يرحمه، اسماء عديده، عماد الدهماني، اسماء كبيره. يعني اسماء كانت تعتبر في ليبيا من النجوم، يعني نجوم ليبيا. يعني اكيد انت محمد لعبت في نادي من الانديه الكبيره في ليبيا، اكيد حيكون فيها اسماء. حتى كانت الاسماء كانت ثقيله، يمكن اول استدعاء لي زي ما قلت لك، يعني كنا ماشيين القائمه كان فيها موجود احمد سعد، نادر كارا، اسامه الفزاني، محمد تيجاني، في يعني في بكر الحرق قصدي، في وعمر داود رحمه الله عليه. الله عليه. فكانت اسماء تعطيك حافز انك انت تقدم معنا حتى انت صغير، تعطيك انك انت يعني لازم تخدم روحك باش توصل للمرحله اللي وصلها هم. يعني لما تكون حافز رياضي قدامك باسمه ما شاء الله، يعني وليبيا كلها تعرفه كذا، حتى انت علاش لا ما تخدمش توصل للشيء هذا. فانا قعدت حاط الشيء هذا بين عيوني، نشوف للناس الكبيره هذه نني نحاول نوصل ان شاء الله للمستوى نتاعها. المستوى نتاعها والحمد لله، يعني حاولت نقرب شويه للمستوى هذا وتوفيق كله من رب العالمين. كويس ومشيت مستوى، يعني الاهلي اعتمد عليك لسنوات طويله انت كمهاجم اساسي في الفريق، وهذا مش سهل يعني، فهمت؟ الحمد لله توفيق من ربي أكيد. وان شاء الله قدرنا نفرحوا الجمهور معنا وقدرنا نكونوا قد الثقه اللي حطت على ظهرنا. هذا جاء الموسم الثاني محمد نتاع ريكاردو، معنا هنا محمد الغنودي خدا مساحه اكثر، وقت اكثر في اللعب بشكل اساسي،
مع وجود طارق التايب فترة لما انتقل وجاء لعب معنا وأحمد سعد، بدايات هذيك جيل تام أنتم ركبتوا مع بعضكم، نتذكر أنت وربيع اللافي، زكريا اللافي، سالم عبلو، علي الميري، محمود بحير، مجموعة كبيرة. أنا أعطي فيكم الطيقة المدرب البرازيلي ريكاردو، كيف كان الموسم هذاك لموسم الثورة أعتقد؟ والله هو موسم يعني موسم زي ما تقول السعد يعني لي بالنسبه لي، يعني كانت انطلاقه معنا من البدايه كانت كويسه. ممكن حلفني الحظ كابتن سمير في البدايه في الموسم، كابتن نادر تعرض لاصابه نذكر فيها على مستوى الحوض، وكان في اسامه الفزاني وكان في عندنا محترف في بنغورا، فما ورقته ما تسجلتش يعني قاعد يتسجل من عند قوم فوائد. ففي مباراه التحدي كانت في مغازي، كان يعني المهاجم الثاني اللي هو الكابتن مثلا ريكاردو كان الكوتش يلعب ب 4-4-2، فكان المهاجم الثاني هو انا موجود يعني مع الفريق، كنت قاعد هذاك الوقت قاعد عمري واسط مازال، فكنت نتمرن مع الفريق الاول، الاستعدادات كلها بديتها معاهم، فحمني يعني المدربين الاجانب. هي هنا تاتي الفرص بالنسبه للاعب، دائما عنده فرصه يا اما يستغلها ويكبش فيها ويثبت ذاته ويثبت وجوده في الملعب، يا اما بتريح عليه ممكن باش يحصل فرصه ثانيه يحتاج لي وقت. فالمدرب ريكاردو اعطاه فيه شجاعه، جاي قعمز معي قبل المباراه، كنت انا ومحمود بحير وعلي الميري، قال انا اعطيت فيكم الثقه وفي رياضيين يلعبوا من سنين ما لعبتهمش، فانا اعطيكم الثقه والحريه في انكم تلعبوا زي ما كنتوا تلعبوا في الفئات السنيه، حطكم في مسؤوليه يعني. مسؤوليه بالضبط. لا وبعدين نح عليهم الضغط، نح عليهم الضغط بالضبط بالضبط، انك ودار اعطاهم حافز انك انت تلعب زي ما كنت تلعب في الفئات السنيه. فالحمد لله يعني المباراه ديك كانت بدايه موفقه لي، سجلت فيها جول، فانطلقت الحمد لله. جينا لعبنا هنا في طرابلس مباراه خلي السر نذكر فيها، كان ممكن كابتن اول مره نشوف جمهور الاهلي في مباراه زي خلي السر، كان جمهور يعني ثلاثه تريبونات معبيات، عاد كان السوبر ستار طارق حاضر في المباراه. ف الحمد لله يعني هذيك زادت المباراة اللي ضعفها مثلا النجم محمد الغنودي، سجلت فيها هدفين، وهدف من صناعة طارق التايب وهدف من صناعة ربيع، فالحمد لله يعني من هذيك كانت الانطلاقة، والباقي يعني مع التمارين ومع كذا. هي كويس لما تبدا انت كمهاجم وتسجل المباراة الأولى وتسجل المباراة الثانية، حتى الجمهور يبدا حافز ليك بالضبط، يبدا في لاعب جديد يعرف المرمى، قلقوا من الشيبين اللي قبله ما عرفنا، قلقوا زي ما قاعد أخذها هو مني تور. فأكيد بيعطيك حافز دعم ودعم الجمهور ليك وحافز وتحفيز الجمهور للاعب، يعطيه في الإدارة أن هي يعني توقع لي عقد، يعني كنت نلعب من غير عقد يعني في ذاك الوقت، كنت يعني نلعب في المباراة الأولى من غير عقد، فالشيء هذا فرض المدرب ريكاردو أن الإدارة لازم يديروا لهم عقود معنا، ما تقعدوش فيها تواصل. قعدنا مع الفريق الاول، خدا عقد وخدا سياره جديده، خدينا سياره جديده وبدا يجينا هيك عرفت ديك نجيب هذيك الكيه كنا مع بعض نفس كل كياته، كلهم الجيل الصغار، كلهم كياته، كلهم كياته، هو وسالم عبلو وزكريا اللافي، تقول عرفت كيف متفاهمين، شكلنا نفس المعرض، كل واحد بصصيه طبعا، ما احكي لكش اسبراتوري جماعه عليهم واخدينا مع بعض يلبسوا فيهم الرياضيين، وهذه القوسو غرفه الملابس، هذه غرفه الملابس اللي كانت الحق معنا بسرعه يندمج اللي يخش بيناتنا يندمج بسرعه. والشخصيه طبعا محمد اللي تكلم الكلام ممكن بغض النظر على الامور الفنيه، هنا في من اللاعبين هل بامكانياتهم الفنيه ممكن يكونوا اقوى من محمد، لكن ما يملكش الشخصيه، هنا صعب انه يقدر يلعب. هذا الفرق بين اللاعبين، هذا الفرق بين اللاعب، علاش محمد لعب حتى دولي، لعب حتى مع المنتخب وكان مؤثر في الشان وشفناه في 2012، لانه يملك الشخصيه، تكون في بروحه عنده شخصيه. نادر مصداقيه لكلامك في جزئيه ثانيه، حتى اللاعب لما كنا مرينا بظروف صعبه في في في, في البدايات في مش لا حتى في في مسيرتنا تمام. يعني انت مش ديما في الفورمه، مرات تصير لك دروب، تصير لك اخفاقات، اللاعب اللي يملك الشخصيه هو اللي يقدر يرجع بسرعة بدون حتى انه هو يستعين او يصير او تكون عنده دافع او حافز خارجي، هو نفسه يقدر يجيب نفسه بنفسه فهمت. لكن اللاعب لما ما يملكش الشخصيه، هنا في تبدا اشكاليه كبيره، حتى لو يكون هو موهوب اكيد، ما انا كنا ممكن حتى نهزوا فيه في الكواليس الشيء هذا، في رياضيين يعني امكانياتهم تكون
عاليه يعني، لكن ما يقدرش يرجع روحه من ابسط الدروب ما يقدرش يرجع. وهنا في التكوين يعني، وهذه حتى من التكوين ويساعد فيها حتى المحيط اللي جنبك يا كابتن، المحيط اللي جنبك هو اللي يساعد. مهم الكلام، هو محمد بالضبط، لان هو المحيط هذا هو اللي يعرف يطلعك من الحاله اللي انت موجود فيها. هذه الرسائل اللي نبغوا نوصلها، لازم اللاعب يعرف من يخالط يا سمير، كلام مهم او عن تجربه يدوي فيه، وانا القناعات هذه وصلها وانت متاكد وصلها. نعم. المحيط اللي تخالط فيه محمد هو المهم فعلا، هذا هو. لان انا حتى في وقت يا نادر ممكن انت معاصرني في هلبة في نادي الاهلي وتعرف يعني صار لي ومدرب يعني حتى شيء طبيعي، شيء طبيعي في الكوره يعني، انا ما لقيتش من يوقف معي الا نفسي والناس اللي هي قريب عليا هي اللي كانت تحفز فيا، وما فيش يعني ما فيش باس يعني مني ما يضيع ولا مني ما يسجلش. فقعدت انا شني نخدم في التمارين، في مرات تواصلت مع ريكاردو الكوتش وصلني بدكتور دكتور نفسي، دكتور نفسي برازيلي، قال لي شيء واحد، قال لي غير سبيدروك. والله يا نادر الله، قال لي غير سبيدروك وكل قبل تمارين برا شيء اسمه تمشى اطلع غير جو وتعال التمارين كانك انسان ثاني جديد، فما تفكر في شيء. تعرف هذه تذكرني بحادثه صارت صارتنا احنا في 99 2000 في المشاركه نتاعنا الافريقيه الاتحاد، كان رياض جمعه موجود لاعب مهم جدا في 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 الوسط معنا. تصور ان رياض طلع فوري فورم صار اضرب. ليش؟ رياض طبعا لاعب منتخب ولاعب في الاتحاد، كان كثره المباريات وكثره اللعب وكثره معسكرات وصفر صار ارهاق ذهني. بوبكر باني كان ذكي، بوبكر باني كان ذكي في التعامل معه. كيف دار؟ قال له برا يا رياض عندك 10 ايام راحه، واحنا راه في المنافسه قاعدين. نهدر زين استاذ بوبكر، قلت له ما ياثرش عليه بدنيا، قال لي مش مشكله بدنيا 20% 30% يرجع في اسرع وقت، لكن قال لي ذهنيا هي اللي مشكله كبيره. قال له رياض برا لا تتفرج عليه كوره ولا تلعب في كوره ولا تشوف لها حتى شوفان الكوره برا. قال له حتى كان قلت بكر عنده روح المرح والفكاهه، فاش قال له؟ قال له برا البحر وعيط غادي صوتك وما يجي. هذا الشيء اللي قاله لي فور رجع رياض بشكل اخر. فقال لي تطلع من التمارين انسى انك انت رياضي كره قدم. قال لي برا عيش مع اصحابك وخذ قهوه وقعمز، ما تحكيش في كره القدم. لان عندك في وقتها كابتن 6 مباريات نذكر فيها في موسم 2014 في اول 3 مباريات سجلت اقوال، صار لي ضرب 6 مباريات ما سجلتش، 6 مباريات تعتبر فتره طويله لمهاجم. خش في الشك حكم التوقف الدوري الليبي هذا. وهذا فخشيت في مرحله شك. لما رجعت وكان وقتها تغير حتى الطاقم الفني، كابتن حسام البدري غادر الفريق، جاء كابتن طلعت. فاول مباراه لي كانت في الاخضر في البيضه، لعبني ورا المهاجميه. فالمباراه ذيك ما كنتش موفق فيها حتى التوظيف، كان مش مستريحتش في التوظيف. فجلست معه قلت له يا كابتن راهو في يعني امكان، هذا ماهوش امكان جديد علي يعتبر. قال لي انا غير جايب مهاجم افريقي وكذا، فويليام جيبور. فقلت له عادي ما فيش مشكله. في المباراه اللي بعدها لعبت انا مهاجم ولعب يا احمد مكي. سجلت فيها نذكر فيها 2 جوال. فلما بعد المباراه قعدنا نهدر قلت له انا هذا امكاني ماش طلعني منه. فقعد كان يلعب خلف المهاجم، كان قوي اضافه من الرياضيين اللي جوا ليبيا وقدموا اضافه. طبعا كان مؤثر على الزمالك قدم يا كابتن. لو قعدنا معنا موسم ثاني وكان في استمراريه للدوري كان حيعطي شيء كبير. ويادي هذه هو طلع من الاهلي مشى للزمالك، هذه ظلمه هلبة لاعبين محمد، هذه ظلمه هلبة لاعبين. وديما حواري حتى انا وسمير، الجيل هذا وقوف الدوري اثر في اللاعبين، نعفوا من الخطوط الثابته في كره القدم، استمراريه الدوري هو اللي يخلق اللاعبين. ايه حتى على مستوى الجوده تجي من خلال الدوري، من خلال المباريات الرسميه الواقع الحقيقي. الموسم الاخير لما انضغط الدوري قعدنا نلعب 6 مباريات أو 7 في 20 يوم، رجع مستوى الدوري ليه بشوي فعلا. والله في تشوف المباريات مستوى ارتفع، فهمت؟ في التنافس، في القوه البدنيه، في الالتحامات. فالشيء هذا يعطي عبء، يحط مسؤوليه كبيره على المسؤولين الدوله ومسؤولين اتحاد الكره، انك انت لازم الدوري الليبي يستمر لازم يستمر برزنامه منظمه منتخب يلعب. مع هذا كله سامحني معلش، انت محتاج لاستمراريه سنوات، راه
باش تقول باش يرجع الدوري قوي. اكيد اكيد باش يرجع الدوري قوي باش باش تجني تقصد انت باش تجني الثمار نتاعه. وثاني شيء باش انك انت كيف تجني الثمار نتاعه انك تبدا قوي كانديه في المشاركات الافريقيه كمنتخب في المشاركات الافريقيه. نشوفوا منتخباتنا منتخبنا احنا باش نقولوا منتخباتنا ما عندناش الا منتخب واحد منتخب نتاعنا نشوف انديتنا. وهذا اكبر غلط كابتن سمير. منتخباتنا لازم يكونوا كلهم منتخباتنا يلعبوا يشاركوا. مفيش معنا نتكلموا عليه احنا ديما نتكلموا عليه. المنتخبات كلها تشارك يا كابتن. ممكن انا حتى لما ركبت معكم كابتن كنت جاي من منتخب الاولمبي ومشارك افريقيا متعود على يعني متعود على الضغط افريقيا متعود على الضغط اني نلعب في غانا نلعب في نيجيريا نلعب في النيجر دائما انا صغير حتى من خلال برامجنا نطالبوا ان احنا لازم يكون عندنا منتخبات سنيه لان راهو لها فائده كبيره بالنسبه للمنتخب الاول. الواقع الدولي يختلف عن الواقع المحلي. اللاعب لما يمشي للمنتخب لاعب في المنتخبات السنيه تنفع. كان الاول حتى التكوين الشخصي للمنتخب الاول لاعب منتخب شباب منتخب اولمبي منتخب ناشئين. فلما مشيت المنتخب الاول اندمج الطول عرفت هذه مهمه. محمد انا بيرفعنا الكلام لمحطه مهمه انا نشوف فيها اللي هي البطوله 11 وبطوله 12. محمد الغنودي كان هداف الدوري سنتين متتاليتين مع الاهلي طرابلس. المهاجم معناها دائما عليها انظار دائما مطالب تسجيل اهداف وكانت اهدافك حاسمه خاصه في السداسي وفي الخماسي. انا كيف خاصه بعد جيت الموسم 11 البطوله 11 وبطوله 12 جت من توقف. كيف كان محمد مع المجموعه شنو الاشياء المؤثره شنو اللي خلى محمد ياخذ هداف الدوري من المدربين المؤثرين في 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 تلك الفتره بالتحديد في البطوله 11 كابتن. كانت البطوله مفصليه بالنسبه لنادي الاهلي يعني في وقت ان 14 عام بعيد على التتويج فكانت الضغوطات اكبر يعني علينا احنا. فكان الجروب يعني والمجموعه كانت هي معناها الحافز معناها عندنا كان كبير. كنا حاطين ايدينا في ايدين بعض فكانت المجموعه هي اللي تساعد فيا اني نكون معنا في التالق. هو يعني كلها تخدم الناس كلها تخدم عليك كويس. فهذا ذكرنا بالمدرب وبالاسماء اللي كانت في البطوله الاولى. كان في بدايه انطلاقه الموسم كان كابتن حسام البدري قبل ما يغادر بعد مرحله الذهاب فجاي كابتن طلعت يوسف يعني كانت ذيك اول تجربه لي مع نادي الاهلي. فمدرب جديد جاي ما يعرفش الاجواء الكره الليبيه كان في بدايه تجربة مع الكابتن رضا عطيه حاول انه يوري يعني كيف تفاصيل وكواليس قرب المسافات بينه وبين اللاعبين. لان كان الوقت يعني احنا روحنا نحتاج لمحلي معاه لان احنا الوقت روحنا من بطوله الشان كنا في الشان يعني رياضي المنتخب كانوا مهناش يعني ما عشناش معه حتى مرحله الاعداد اللي هي بين الذهاب والاياب ما عشناش معه. فاضطرينا ان احنا يعني نخشوا للجروب طول يعني وكان في اضافات جديده مع محترفين. التشكيل كان متغير يعني ما كانش ثابت مش ثابت الا اللي استقرينا على تشكيل واحد. وبعدين قعدنا نلعبوا في المباريات عايزين نعاودوا التنافسيه بتاع المباريات اللي هي كانت مباريات ورا بعض. كنا نلعبوا مع المدينه مع الاتحاد مع الاهلي بنغازي مع النصر رتم كويس. فكان رتم يرقب كل مباراه كنا احسن من المباراه اللي قبلها يعني في لما انتهت مرحله المجموعات خشنا لمرحله التتويج هي السداسه. فكنت نحضر فروحي نادر ب هذه الشخصيه نعزل فروحي يا كابتن هذه الشخصيه اللي نقولوا فيها يعني في مباريات توزيع ديربي زي الاهلي بنغازي زي تبغى تلعب مع النصر مع المدينه كانت كلها يعني الموسم كله مضغوط في مباريات كلها مؤثره لازم تكون انك انت في يومك يعني لازم تكون يتكون يا ما تكونش يتكون يا ما تكونش لانك انت مباراه يعني خروج مغلوب تعتبر اللي هي مباراه واحده ما فيش ذهاب واياب. فقعدنا يعني كل الرياضيين هذيك الوقت كان تركيز كبير كبير لدرجه كبيره. اذكرنا الاسماء اللي كانت هذيك كان معايا بدايه حمد المهدي كيف حمد الهوني ومؤيد اللافي كيف طالع مؤيد اللافي يعني وكان يلعب وراي احمد مكي كان معنا الشبلي ومحمد عيسى في النص يعني فكاكين الزوز حراس المرمى نشنوش المهدي الهوني في الظهير ايسر سباعي يلا سباعي كيف كابيتان سباعي ما اشوف معنا سباعي كابتن راهو ما كانش يلعب في بدايه الدوري بدايه الدوري ما كانش يلعب كانت عنده اصابات متكرره تاع جاي الكابتن طلعت حط في الثقه حط في ظهير ايمن معنا الظهير ايمن في العمر وليد الوقت ذاك يعني يعتبر بدنيا ما زال يعني بشير لكن بالعكس لقيناه قائد ولقيناه ليدر رجعنا له في كل شيء بس لعب هو لعب ظهير ايمن لا خمسه تاع علي سلامه اعتقد علي سلامه ووليد الهيشري جاء كانوا خمسه ممتازين علي صغير هذاك وقته من المنتخب مطلق وعندنا في البنك في البنك كانت عندنا الاسامي المتوفره خالد دلاوي زكريا اللافي ويليام جيبور اللي هو نجم من نجوم الدوري المغربي كان معنا موجود هذا الاهم هو زاد البشري ايمن حفني
كان عندنا زاد اسلام رمضان ظهير ايسر المصري، كان حتى هو يعني عندنا زاد البشري في هذاك هذيك البطوله في بنكينا، معناها المدرب يتلفت يلقى بديل يخش يعطي اضافه. بالضبط. فاحنا في البطوله هذيك الشيء اللي كان هو اكبر شيء لنا احنا، وكان الجروب كان تسكير على بعضنا، كان ريت نادر الجروب كله مسكر والمشكله تموش في مكانها، ما في شيء، ما في شيء يطلع. فهذيك كانت اسباب النجاح الحق. وبالنسبه لي انا في التتويج في الهداف الدوري، ممكن اللي قلت لك عليه نادر اللي هو من اكثر واحد اعطاك اسيست حمدو لان لاعب سريع، حمدو وربيع الزور. ربيع لافي قبل ما يصاب كان ربيع الكروسات نتاع الحق من اللي هو يرفع زي ما نقول، يعرفك يعرفني لعبتوا مع بعضكم اشبال ووسط وبراعم صح ولا لا؟ شوف معناها الاستمراريه، لعبوا مع بعض جميع المراحل. والله يا ربي نفس العمر كابتن سمير يرفعها قريب بدون حتى ما نشوف مرات، لان عارف لي وين نوقف. خلاص حفظك قوة محمد التايمنج بالراس، محمد عنده موهبه ياخذ بالراس ممتازه جدا. زهو زلمهدي كانوا الحق الكروسات نتاعهم كانت فعاله. وثاني شيء الضربات الجزاء نذكر فيها يعني كان سجلت منهم كل 5 ضربات جزاء، فكنت يعني ما شاء الله محمد انت ما ضيعتش ضربات. لا ضيعت واحده قدام المغرب في بطولة عربية 2012 اتذكر فيها كابتن سامي. بطولة عربية في السعودية كانت في السعودية. خلاص انا وقتها سيد مرباش مدرب بطولة افريقية وطلعت وقدام فريق الاولمبي ضيعتها. البطولة 12 بطولة 12 ذيك بطولة اما سنة هي بطولة 12 بطولة انا مسماها بطولة اولاد النادي. والله الحقيقة يعني لان الفريق كان لعبنا يا نادر ب اولاد الجمعية مدرسة اولاد المدرسة يعني كانت اللي توا مفقودة اللي هي توا ما عندناش يعني اما سنة رياضية بطولة 12 من الاسماء اللي كانت معاكم اللي هي انت تكلمت بشكل مهم تو انت قلت احنا نعتبر فيها بطولة اولاد النادي. انا نسمي فيها بطولة اولاد النادي. الاسماء اللي كانت موجودة معك اعطينا الاسماء. كان معي صولا محمد صولا حسن عربي محمد الفزاني محمد عيسى فؤاد تريكي هذول كلهم طالعين من قطاع الناشئين. محمود والو فكان ومهدي حتى هو من قطاع الناشئين معنا. وحمدو كان لا حمدو لا حمدو كان مشى لتركيا اما سنه قلت لي في 2016 وهنا اهميه الفئات السنيه وخدمه الفئات السنيه للانتاج بتاع كان معنا مؤيد مؤيد اللافي زكريا اللافي سالم عبلو فكانت يا كابتن الرياضيين كلها لعبت فيها سنين ولاعبين مع بعض ولعبنا مع بعض عامل الانسجام وربيع اللافي حتى هو من المدرب كان توج بالألفين هذيك في بدايتنا كنا في المشوار الافريقي مع الكابتن جمال بنوارة وصلنا لمجموعات كاس الاتحاد الافريقي ذكر في جولك في الهلال السوداني في الخرطوم ذاك جول ما ننساش الحق كنت قبلها يا كابتن ما نتمرنش حركتك من غير كوره اسبوع ما نتمرنش حركتك جول مميز شوف ما انا شخصيه الكابتن جمال انه هو كان في مهاجم علي مادو كان معنا حتى هو محترف مع محترفين كان عندنا موزس اللي يلعب حاليا في موزس خطر. لعب في الاهلي بنغازي لعب في الاهلي بنغازي وعلي مادو وكان الظهير الايمن ما يحضرنيش اسمه لعب في الصفاقس سجل فينا جول كان اتذكر فيه ما تفكرش بالزبط ف الاسبوع اللي قبل مباراه الهلال السوداني ما كنتش اتمرن كنت مصاب يعني كان عندي شد في الخلفيه ما كنتش نتمرن شوف شخصيه المدرب معناها انه يعطي فيك الثقه خشيت قبل تمرين مباراه لا هي ديك جمال بن ورا فيها خدمه حتى توظيف سند توظيف سند حطها في ستوبر كان هو تريز جايبينه كان احمد فيتوري حارس حتى هو معناها من الفئات السنيه من اللي اختم الدوري بدايه جمال بعدين من بعدين طارق العشري هو اللي توج معناها هو اللي توج معناها نقدر نقولوا احنا تقسم على جمال وطارق العشري واللي قبله مصري خالص مصري خالص هذاك حسام البدري بدأ وانها طلعت يوسف الكابتن طارق جاء استلم فريق يعني جاهز فريق يعني يعتبر جاهز يعني كابتن مشاركه افريقيه كل يعني كل اختيارات الكابتن جمال نجحت المدرسه المصريه تقدر تقول بالتجربه اللي خطها انت مع الاهلي فنيا الارقام نجحت فنيا بالارقام نجحت فنيا ما كاضافه للاعبين اللي كنت محمد لكن في مشكله الاستمراريه يعني لاحظ طول المدرب ما يستمرش ما يستمرش شو الاسباب محمد حسب النتائج انا نشوف ضغط الجمهور لا مش حتى النتائج كابتن لا انت لما تجي كمؤسسه كنادي تحط خطه مستقبليه اللي هي مثلا انا بعد 5 6 سنين طويلة. استراتيجيه اني مثلا نحافظ على كابتن نادر بنجيبه مدرب يبني لي فريق انا حاليا ننافس في الدوري الليبي نادي الاهلي ينافس في الدوري الليبي هذا اللي من يوم عرفنا الكوره يا كابتن صح
نافس على لقب التتويج هذا من أداء من القواعد يعني من الأساسيات. ما أنت تكلمت قلت إحنا نبو مثلا بناء فريق بالنسبة للاتحاد والأهلي صعب، جمهور دائما يطالب في الفريق والإدارة بالنتائج. لكن أوريدي بينافس، أنت أوريدي بتنافس سمير، كلام محلي منطقي. قلت لك يا كابتن بطولة 2000 وبطولة 12 هذه بطولة أولاد نادي، يعني أنت كنت تقدر تبني على الفريق. لكن إحنا العام اللي بعده كان ممكن 13 رياضي إضافة جديدة. اختيارات عشوائية قصدك تقول؟ مش عم نشوفها، ما فيش استراتيجية، ما فيش استراتيجية، ما فيش استراتيجية في العمل يعني. أنا لما نجيب يعني. أنا لما نجيب مثلاً مدرب هو يختار لي رياضيين أنا يكمل معي موسم، يجي العام الجاي متى يقول أنا متى ما نبيش محمد وعلي ونادر وسمير، ما نبيهمش، نبي رياضيين إضافة جديدة أنا نعرفهم. هذه استراتيجية الخدمة اللي إحنا ناقصتنا في ليبيا، ما خلقتش استقرار، ما خلقتش استقرار، ما خلقتش استقرار. لكن أنت لو تحافظ على قوام فريق 6-7 سنين يعني يقول حتى 6 سنين هلبة 5 سنين توصل نوصل لنفس افريقيا كابتن. انتوا اتحاد تجربه لها، تجربه عندها سابقه صح، كلام منطقي. وعلاش ديما نقول لك محمد الغنودي انت تنجح اداري وبكل قوه. احنا وصلنا لختام فقرتنا الاولى، نمشوا الفاصل بعدين بنتكلموا محمد الغنودي تجربتك مع المنتخب الوطني ان شاء الله. نمشوا فاصل ونرجع. امتلكها بثقة. مشاكل العظام والعضلات من أكثر المشاكل انتشاراً وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك. والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفيفيناك، لأن يعالج الإصابات الرياضية وآلام العضلات وأعراض الروماتيزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة أفضل إمكانيات. أنا كابتن محمد الغنودي، تكلمنا على تجربتك مع الأهلي، بداياتك بطولة 11 بطولة 12 سوبر، وعندك إنجازات مع الأهلي دوريين وكأس سوبر تعتبر راضي محمد على إنجازاتك مع الأهلي وهداف الدوري سنتين
الحمد لله يعني نعتبر ولو يعني بشيء بسيط حاولت اني نقدم اللي نقدر عليه حتى قلة الدوريات احنا لعبنا اربع دوريات اربع دوريات يعني الدوريات تعتبر بسم الله ما شاء الله يعني ان شاء الله دائما نتمنى لك التوفيق ونتمنى تستمر مع الاهلي للامانه. احنا تو نبغى نتكلم على تجربتك مع المنتخب محمد، ليك انت المساحه الكامله تحدد فيها على بداياتك من المدرب اللي اختارك بدايه لتعتز بها. المنتخب كانت اول بدايه لي، اول استدعاء لي كان من الكابتن باكيتا ماركوس باكيتا في موسم 2000، هو في موسم انطلاقتي في نادي الاهلي. فمن بعد اربع خمس مباريات في الدوري كانت في توقف دولي، كان في فيفا دي، فكانت مباراه امام منتخب النيجر فتم استدعائي. والله يا كابتن تحكي لك موقف طريف، ممكن الدكفه كانت في ليبيا رياضيه يعني يحطوا في القائمه لطا، فلما قريت اسمي والله مرقت، والله شهاده لله اني مرقت. شعور يعني انك انت منتخب تشوف الاسماء الموجوده يعني في خالد حسين، طارق الدايب، احمد سعد، وليد الخاتروشي، قصدي في رياضيين كانوا يعني متسميين. سمير عبود كان في، لا سمير ما كانش كان مصاب، كان لعب عندك فان شنوش هذيك، عندك فان شنوش وعزاقه واحمد العماري اعتقد. لا لا وين يصفوه؟ صح كانت في الملعب. وعلاش احنا درنا برنامجنا؟ لان كل لاعب عنده خصوصيه في الملعب. كانت في الملعب هذا عندك معنا اول مباراه دوليه لمحمد الغنودي سمير، وكانت في الملعب هذا، وكانت هي المباراه اللي رجع بعد رسميه رجع فيها طارق الطيب بالاعتزال. موزمبيق بعدها ولا لعبنا في موزمبيق بعدها في شهر رمضان. انا بقول ما هناش هذيك نادري. لا لا خلاص لا صراحيه منتهيه. شيء بعدها شيء ماسك اللي بعده رداله مجاملات مصاب انا ماك تعرف. لا اعتقد انك كان فيها من المفارقات ان اول مباراه وكان اول هدف ليك. كان اول هدف لي امام مرمى، كان هنا في المرمى هذيك عبد العزيز بريش الاسيست هو اللي رفع لي الكروس وانا لعبتها في لمسه واحده. فالحمد لله كنت موفق فيها. نذكر فيها انك كف خاش جا وقف علي باكيتا وجا جنب عادل الخمسي. عادل قال لي بتخش تسجل. قلت له واش يقول. فلما خشيت الحمد لله يعني سجلت جول وكنت معنا من موفق في المباراه. وانت قاعد ما فقتش من صدمه الاستدعاء؟ والله ما فقت انت على الاستدعاء اللي قلت لي فرحان ماشي كورنتيا وماشي فوقت. فكان استدعاء شعور فرحه الحق يعني كانت في حتى في العائله كان الشعور كان معنا الناس كلها فرحت. صرمان مسكر كلها اتصلت بي كلها تتفرج شارعنا كلهم شارعنا كلهم كلموني. فحاجات هذه تقعد في الذاكره الحق. كويس. محمد بطوله افريقيه 2012 بدايه 2012. الاعداد البطوله مباراه موزمبيق كان قبلها كانت قبلها اللي هي مباراه الاياب الذهاب الاياب بتلعبنا زامبيا بعد مباراه زامبيا اللي كانت فيصل كان النقطه هي كان اخذنا فيها كابتن سمير موفق فيها. لا في حاجه جاب لنا الترشح مغادي. في حاجه ثانيه لو كنت تعرفها، عندك علم ان المدرب الفريق الموزمبيقي يكلم باكيتا عشان قال له قال لي اربع شهور انا عند في الفريق انت جات في ليله واحده ربحتنا ضيعتنا ليش مشينا احنا مرنا تمارين. انا كنت في تونس واحمد احمد سعد كان في تونس ربي كان في تونس تجيها ولا بعد تلاقينا يعني طقيتها جت طقيتها. لا في شيء ثاني، انا حتى اللاعبين ريت اول يوم تدريب اللاعبين من جيعانين كوره يا نادر في التدريب انطلقوا. انا قعدت نوقف فيهم نقول لهم لان الطاقه اللي انت بتحطها تو كامله ما حطها غدوه صح. في المباراه ال 10 دقائق الاخيره خلاص رياضيه لا خلاص تحفرة. يعني خل حاولوا تسكروا المساحات تقربوا لبعضكم يعني مباراه اختفنا خطفيه. واحنا كابتن تعرفنا في العناد يموتوا على العناد. هي كان فيها العامل هذه مباراه موزمبيق اللي في مصر الحراره على ربيع الله في جول ربيع الحراره نقولوا رجوليه نقولوا هي اللي اختت في المباراه خلتنا كانت عامل مهم بالنسبه لنا. كانت مباراه بدنيه كفنيه راما في شيء. لكن يا كابتن حتى لو جيت تشوف يعني المباراه هذه انا عندي في السي في في الشريط نتاعي تتفرج عليها قداش من مره المنتخب موزمبيق ما كانش مؤثر علينا. احنا كنا مؤثرين حتى في فرصنا كنا احنا مؤثرين. علاش قلت لك احنا لا في الاخير انا قلت لك في الاخير لا في اخر ربع ساعه خلاص اخر ربع ساعه يعني لان شنو نلعب ونلعب بالحراره احنا حتى ماشي بالمخزون يعني حتى المخزون سمير مخزون يعتبر 6-7 شهور بعاد لان تقدر تقول سمير 5 سنين الاخيره المنتخب كان في استمراريه. باكيتا عرفت كيف يتعامل مع
مع المباراه من انجح المدربين. بعدها في حاجه ثانيه نادر يدير فيها مدرب عالمي، مدرب عالمي يدير لنا في افلام، عرفت افلام ذكر فيها في كان هذيك، والمترجم يتكلم يقول في جمل، يجيب لك فيلم اسطوري، فيلم اسطوري ملحمه صارت قبل، يخليك تقول انت تو انت داخل كانك تلعب تو مباراه با تو، يلعب على العالم النفسي جدا. المدربين اللي استفدنا منهم الحق، مدرب حتى كان تكتيكية. حسابات تكتيكيه في 2012 المنتخب قدم مستوى كبير، لان مره درنا معسكر وندك، حتى لما مشينا لعبنا لبيلاروسيا في دبي كابتن، لعبنا لبيلاروسيا في دبي، لعبنا لي صح، لعبنا الساحه العاشره 1-0 خسرنا. يعني اصلا المباريات الوديه ديما تحضير لانك انت تلعب التنافس القادم، فاهم، توقف على امكانيات لاعبينك. لا حتى في بطولتنا احنا في بطوله افريقيا 2012 ممكن المباراه الاولى اللي كانت كانش معنا الحظ، انا نشوفها يعني كانت حتى نهبت البدايات زي ما يقولوا، نهبت الافتتاح ديما منتخب ليبيا في الافتتاحيه، ديما في الافتتاحيه هو سخنا في ملعب، احنا ما سخناش في ملعب مباراه، سخنا في ملعب يا نادر لو تجري ممكن جريه تغلط شويه تصير لك اصابه، راه ملعب سيء للغايه، اكيد ملعب افريقيا تعرف محمد انت سامي، كنت كان في حفل افتتاح قدامك، لما في حاجه ثانيه النايل اللي كانوا مغطين به في الافتتاحيه دار رطوبه، دار رطوبه، رطوبه على الشبه اكيد، تصور انا جوانتي ثلاثه جوانتيات جدد، ما فيش جوانتي يقدر يشد الكور، يعني تقول انه فيه زي الماده لزجه فيه سبحان الله، يعني حتى المطر صبر المباراه يعني. وهم عندهم الحافز الجمهور وكان يلعبوا هم يعني بالحافز، اي فريق يلعب قدام جمهوره وافتتاح يعني بطوله مهمه زي كان، لكن انك توصل تتعادل مع منتخب زامبيا اللي واخذ اللي بطل البطل، واحنا نتقدموا في النتيجه هو يعدل يعني فهمت باخطاء، هذيك علاش قلت لك هذيك من المباريات باكيتا مدرب ذكي وتعامل وقراءته في المجموعه والاسلوب التكتيكي نتاعه انا ديما نشوف فيه من افضل، ديما نطالبوا به حتى من خلال برامجنا، ديما نوجهوا في رسائل لاتحاد الكوره علاش ما يجددوش في ثقه، ما نعرفش هل هو قاعد مستمر كمدرب، ما شفت انا في الساحه، لكن مدرب ذكي يتعامل باحدث الاساليب كان موجود في نادي المحرق البحريني يعني حتى في تعامل مع الرياضيين يخلق في اللحمه بين اللاعبين انسجام، حتى هو من نوعيه المدرب اللي ما تزعلش منه لما يعني فهمت نادر، اني مره نذكر لما كنت عندي الاصابه الفتره اللي تكلمت عليها بعد مباراه نجد، انا كنا في شهر رمضان احنا، فطلبت اني نستريح في شهر رمضان في بيتي، قلت انا راه لي سنين ما رمضنتش في بيتي، عرفت ما دام معسكرين في تراب، بس خلوني حتى نعسكر في عاشي فاعطاها لي عادي جدا. محمد الشانن جولي اول انجاز يعتبر على مستوى منتخبنا الوطني، كيف كانت تجربه الشانن مع كليمنتي والضجه اللي صارت وقبول الشارع الرياضي واستقبالكم، الحاجات هذه اللي احنا قاعدين دائما نذكروا فيها ومن الاشياء اللي نفتخروا بها حتى احنا. في حاجه ثانيه نادر سامحني، هل انتم كنتوا لما كنتوا ماشيين للشان كنتوا متوقعين انكم تاخذوا البطوله؟ الحق لا، يعني احنا من أكثر اول من لاعب انا قال لي ما كناش متوقعين، لا ما كناش متوقعين، لان احنا كابتن هي كانت مرحله تجديد منتخب يعني بالضبط، مرحلة تعتبر انتقالية في فريق ولا في منتخب، تبي لك وقت باش انك انت تدير انجاز او تدير نتائج كويسة. فاحنا لما الكوتش كليمنتي استغنى على اسماء تعتبر في ليبيا نجوم وسوبر ستار، فمشينا احنا كنا الاغلبية يعني كان معنا ممكن علي سلامة كان من اللي لعب في 2012 الشيباني الوحيد كان الشيباني الوحيد كان لاحمد العلواني وعلي سلامة، حتى وش كان بنك موجود يقول الشيباني شيباني ما عادش قلنا العلواني. فلما مشينا للمعسكر مشينا احنا لجنوب افريقيا قبل البطوله ب 10 ايام او 12 يوم لعبنا مباراه مع منتخب المالي ولعبنا مباراه مع المنتخب الموزمبيقي، فشفنا روحنا في المباريات الوديه قصدي احنا ما يعني مش متوقعين ان احنا حنكون بالمستوى هذا يعني. وكليمنتي من المدربين يا نادر اللي هو يلعب على العامل النفسي يلعب على العامل النفسي يعني ما يلعبش عنده وكان خطط تكتيكيه وعنده نظام تكتيكي ماشي به، لكن انا انت في الملعب هذا يقول لك هذا كله ملعب لونه اخضر العب زي ما تبي في الميدان، لكن عندك حاجات اساسيات هذا لازم تديرها والباقي ابدع العب شنو تبي، عندك حريه في الملعب. يعني انا في موقف استحضرني نلعب مباراه واحده من مباريات المجموعات انصاب مويد الجريتلي قال لي ملعبك على اليمين الجناح اليمين، قلت له كوتش قصدني من ايش جابني الظهير الجناح اليمين، قال لي غنودي المكان هذا
اخضر زي الصندوق ولا قلت له اخضر يا كوتش، قال لي العب والعب. فمشيت ولعبت فيه يعني لعبت قداش في مباراه اللي نرجع مؤيد ورجع بالضبط. كان حتى عبد الرحمن العمامي في فتره يحط فيه قدام، فالمركز هذا كان عندنا فيه نقص يعني، فقعدنا نعوضه في بعض فهمت. فكانت بدايه البطوله بدايه مميزه يعني، ربحنا المنتخب الاريتري، فانطلقنا من هي لما تبدا انك انت تاخذ 3 نقاط الاولاد، مباراه مهمه، مباراه مهمه الاولى يعني. في البدايه ديما مباراه مهمه. فالمباراه اللي بعدها جيت مع منتخب غانا تعادلنا عندك فيها، جبت فيها ركله جزاء سجلها فيصل، فاخذنا الطيخه خلاص من هذاك اليوم يعني. من بعد مباراه غانا درجت المباراة، وصلنا احساس ان احنا نقدروا نمشوا بعيد في البطوله. وصلنا المباراة اللي دار فيها جول من برا العمامي، اللي هي المباراة الثالثة في المجموعات، التأهل ولا هذيك اللي ترشحنا فيها نبوا نربحوا لازم. والله هذيك ممكن حتى المسؤولين كانوا محضرين الجوازات قالوا حازين العودة، حازين العودة. شوف معنا يعني ممكن لما شاطها عبد الرحمن انه كنت جنبه. سبحان الله يعني كيف نقول لك. لا هي ثقة وجرأة، هي ثقة وجرأة والتوفيق يعني. هي كورة لو مسها الشبلي كان محمد يعني كان، لو الشبلي مست شعره من شعرات انا طلعت ولا حسبها في سايط الحكم فهمت. فالحمد لله كان توفيق وفرحة كبيرة. بعد ما فتنا المجموعات يا كابتن حتى كليمنتي تغير اسلوب التعامل معنا، تغير. شن حسيت؟ طمع في البطولة، طمع في البطولة كويس يعني. مدرب كان يبي يطلع بمظهر كويس في بداية البطولة وفي مجموعات، لمدرب تغير حافز انه هو يقدر يوصل للمباراة النهائية. لا حتى تذاكر السفر نتاع المباراة. لا مباراة هذه قداش مباراة لعبنا محمد؟ لعبنا 6. لا بعد المجموعات 3 لعبنا، بعدين لعبنا زوز والنهائي، ربع نهائي ونص نهائي والنهائي. 3-3 ربع. ذكرنا بسرعة لأن قريب نوصلوا لنهاية برنامجنا. لعبنا لمنتخب زيمبابوي في نصف النهائي نذكر، فيها في الربع النهائي لعبنا لجابون. جابون يعني كانت كلها ركلات جزاء، لو نوصلوا معنا لل 120 دقيقة فاستنزفنا بدنيا يا كابتن. لو وصلنا ممكن لآخر مباراة في البطولة، أنا صار لي شد في الخلفية علي سلامة بعد المباراة تو صار له شد في رجلي الزوز، العلواني نفس الشيء نشنوش. جينا للنهائية مع غانا اللي لعبنا معاهم، اللي لعبنا معاهم. كيف كان التحضير لمباراة غانا النهائية؟ قبل المباراه بيوم كنا في المول يا كابتن. والله شوف انا التحضير النفسي مع وهذا بامر من كليمنتي، امر من كليمنتي يعني بيطلعكم، بيطلعنا من الاجواء. يوم عندك في يوم التمارين يعني الاخير اللي قبل المباراه احنا ديما الساعه 11 مع كليمنتي. تمام. يفضل التمارين الصبح. فاتت سياره متاع موزيقا يعني ففريقي، تعرف اجواء افريقيا سياره واحتفالات للبطوله للنهائي. خلوا معاش نحو الكور باروكس باروكس والله يلا يعني والله. شوف انت مدرب صدقته انت مش نافي نقص على الارض. فهذا مواقف كانت فيها تعامل نفسي تحضير للبطوله كان معناها من احسن ما يكون من الطاقم الفني من الرياضيين. حتى هم يعني الرياضيين شافوا في روحهم ان هم حيديروا انجاز، فجونا المسؤولين وجونا كذا يعني. احنا في وقت كنا بروحنا لما قدرنا نقربوا بشوية بشوية طبعا، جونا الناس كلها طبعا. كان في حوافز اللي هي المالية والأمور هذه زادت اللي هي أعطت ضغط وحافز. نشوف يعني في ضغط يا كابتن، نيم الناس اللي نيم تقول أمور مالية نعتبر فيها حافز، في اللي تجيب العكس طريق ده كل واحد وكيف يتعامل. بالنسبة لي أنا حتى لما أدرس مع الرياضيين يقولوا معلش ضغط، ما هوش ضغط. قصدي العالم كله لما يجي يقولوا غدوه ريال مدريد بياخذوا شامبيونز ليج بياخذ، ما مش كلها تفكر زيك. ما احنا قلنا لك هنا الشخصيه، هنا الشخصيه والعقليه في نفس الوقت. لكن على كل حال كانت معنا فرحه كبيره وانجاز يسجلكم لكم انتم وللكوره الليبيه، حتى للاجيال اللي قدام معنا يلقوا على الاقل بطوله اللي احنا ما قدرناش نحققوا اي انجاز. احنا فخورين جدا بها اللي فزاد، فرحنا معنا زاد ضاعف الفرحه في عندنا احنا، هي فرحه استقبال الناس اللي موجوده هنا يعني. احنا شفت شيابين وعزايز يبكوا يا كابتن في فترة انقسام وفي فترة حروب يعني، احنا يعني في وقت فترة حروب فكنا احنا اللي فيه من صرمان اللي فيه من لا هي جمعت هذه رسالة الكورة، هي جمعت ليبيا اللي فيه من احنا الفريق كان كله احتفالات في كل مدن ليبيا. هذه رسالة الكورة هي احنا كنا حتى كل بعد مباراة نربح كنا نطلقوا مع بعضنا، احنا كنا بنوصلوا رسالة للليبيين ان احنا
لازم ننسوا الاحقاد هذه. نحن قلب واحد نوقفوا منتخبنا نوقفوا مع كذا. زي ما قلت المنتخب فيه من صرمان، فيه من الزاويه، فيه من بنغازي، فيه من البيضة، من طرابلس، فيه من كل مدن ليبيا. اكيد اكيد احنا سعداء جدا بوجودك معنا، والحديث ما يملش معك كابتن محمد. احنا بنمشوا لفاصل، بنرجعوا لفقره فيها سؤال من هنا وسؤال من الكابتن سمير سريع جدا، اسمها واحده بواحده، نبوا جواب واحد. نمشوا لفاصل ونرجع ان شاء الله لواحده بواحده ان شاء الله. رجعنا كابتن محمد لفقرة واحدة بواحدة. زي ما قلت لك قبل ما نطلع فاصل، عندنا سؤال أنا وكابتن سمير. تفضل سمير سؤالك. محمد، طبعا أنت مسيرة طويلة في نادي الأهلي، كل اللي بنجاح حقيقة أنا أشوف فيك نجحت في الأهلي كلاعب بدون مجاملة. الآن وأنت بعيد عن الأهلي في ومازال أنك تلعب في كورة، استبعادك من الفريق هل تحس فيه في ظلم؟ تحس انك انت ما زال تقدر تعطي اضافه لنادي الاهلي او لا؟ حقيقه انظلمت في الاستبعاد يعني من الفريق. ممكن لو نجي تسال هل الاستبعاد يكون فني او مش فني، مستحيل حيكون فني. انك انت لو جيت تشوف لاعب مباريات وعدد دقائق اكثر من لاعبين، تلقى لاعبين موجودين ما لعبوش، وتلقى لاعبين لعبوا في الميدان ومش موجودين في القائمه. فاهم يعني؟ انت فنشوف فيه من ناحيه فنيه ظلم. تمام. سؤالي هنا ليك محمد، تعاملت مع هلبة مدربين في الأهلي، نبي جواب واحد بين خيار بين زوز، أنا نشوف في طلعت يوسف وإيهاب جلال، مني يفضل فنيا أفضل؟ وإن إيهاب ما حصلش، ما خداش بطولة وما فيش فترة طويلة. مو هذه هي بنقولك، لو خيرتك بين هما الاثنين من مقارنة بتكون ظالمة يعني. حكم إن الكابتن طلعت ممكن دربت عنده ثلاثة فترات، كابتن إيهاب ما فنيا شهرين. وين لقي راحته محمد؟ مع الكابتن إيهاب، عرفت كيف نتوظف. نتفق معك، حتى لان الفكر الهجومي، محمد مهاجم، انت تحتاج لمدرب عنده فكر هجومي. معنا ولاحظنا بالعكس، وحتى الكابتن طلعت من نقصوش من قيمته معنا احنا. لا هذا ما يقللش من قيمته، لكن انا فنيا حتى انا وجهه نظري نتفق من معك. انا فنيا مقتنع بالكابتن إيهاب، معنا من اقوى المدربين اللي خش ليبيا. وبدليل حاليا من المدربين الصفوه في مصر، في مصر موجود يعني يدرب، ترشح لتدريب منتخب مصر يعني قداش من مره يعني. ودرب في، وترشح انه يدرب ودرب الزمالك، ودرب حاليا في بيراميدز، يعني من المدربين في الساحه يعني، من عنده باع كبير. لو قلنا باكيتا وكليمنتي على مستوى المنتخب من افضل. كليمنتي. نحيوك محمد على جرأتك وشجاعتك ولباقتك، وزي ما قلت لك لازم تشتغل على نفسك من ناحية الإدارية، ليبيا والأهلي والمنتخب وأي نادي محتاج لمواصفات محمد اللي عندك، تجربة المنتخب وتجربة الأندية وضغط المباريات والتعامل مع الرياضيين. دور مدير الكرة مهم جدا داخل الأندية، وقاعدين إداراتنا مش مؤمنة به، وقاعدين مش عطينا حق هذا المكان بالضبط. نتمنى أنك أنت تشتغل على نفسك، أكيد ما زالت عندك كارير طويل، لكن من 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 حاليا تقدر حالياً تشتغل. هذا كابتن، أنا ديما نطلع في الامور هي، ديما نطالع، ديما نسال يعني، في ناس مختصه ديما نسال. فحاليا الدور اللي نشوف فيه يعني ناقص في الكره الليبيه اللي هو المدير الرياضي. المدير الرياضي حاليا لو جيت تشوف الريال وبرشلونه عنده مدير رياضي، باريس سان جيرمان يتعارك مع الانتر باش ياخذ مدير رياضي بتاعه. بيخلوك تجيب رياضيين احنا راس الانديه هي بتاعنا. انت في ليبيا لو تشتغل غنوا لي مدير رياضي. لا لو نشتغل انا اصحاب الاموال ما يرضوش. انا لو نشتغل يا كابتن مستحيل حنشتغل بالآلية الموجودة حاليا. لكن انت شوف مش هتشتغل، مش هتشتغل معنا، مش اشتغلش معنا. شوف خدمة تانية غنادي يعني، من تو يعني زي ما نادر زي ما نقول فيها ما نشتغلش، منظومة لازم نمشي تكون كابتن. تخش للتحليل شوف حاجة، لان يعني عندك الكورة فيها تفرعات. محمد لكن الخدمة انك انت تخدم على اساس صح، باش ديما تكون عندك انك انت قرارك واختياراتك هي، لانك انت يحطوك مسؤوليه، لازم تكون قد الامكان الموجود فيه. تبي تخصصات محمد، لازم تكون عندنا عقليه، لان احنا يكون عندنا تخصصات، لازم نكون متخصصين يعني، كل واحد عنده التخصص بتاعه. كابتن انت حتى عشان نمشي لاوروبا ونمشي لكذا، شوف لانديه الدوري السعودي. صح صح يعني صح. ولانديه النموذج الدوري المصري زي الاهلي وزي الزمالك، انا نشوف والترجي في تونس خذهم نموذج مؤسسه، ماهوش لان هم نفسهم اخذوا الانديه الكبيره اللي في اوروبا نموذج واشتغلوا على هذه هي. انا ما نبيش نمشي نقول خذ الريال ولا خذ، شوف الهلال والنصر السعودي كيف واصلين. صعب شوي بالعقليه اللي احنا فيها محمد. احنا وصلنا لاخر فقره في برنامجنا،
اللي هي فقره التحدي، مش نقولوا بنشوف امكانيات محمد انت قاعد تلعب تو كان واحد كبير بقول له قاعد تعرف ولا ما تعرف طايح بين نص ساعات اليوم لا تضربها في العرض سمير ما حصلنا معك شيء ما شاء الله طايح بين نص ساعات اليوم بنشوف هي هي خلينا محمد هي هي نشوفوه هي يلا هي أعزائي المشاهدين وصلنا لآخر فقرة في برنامجنا مع الكابتن محمد الغنودي فقرة التحدي بنشوفه توا الغنودي إمكانياتك شني محمد قاعد أكيد أنت تمارين قاعد لا اللي يخدموا فيها الدهماني قال ديما قبل ديما بعد التمارين ديما هي التمارين ديما ديما وسمير لكن ديما الحرة مش ديما حرس فورمة إذا احنا كان أيمن ونشنوش وحكيم هم يضربوا فيها في العارضة لأن الحراس ديما خدمة الرجلين يتمرنوا ما شاء الله سمير من ورانا تذكر من ورانا لا حتى حتى معروف حتى مدرب الحراس ديما رجله على المرمى معروف ديما قوي كويس خلينا نشوفه كابتن ليه سامي مدرب الحراس من 2013 حارس كنت حارس ليبيا انت شوف هاي نبدا ايه تفضل سمير هاي برافو شوف ماشي هيك حلو صح نادر نادر اليوم بيهدد فينا يا محمد رد بالك انا لا لا قصير هاد انا قصير هلبة هاد هادي شبكة احنا الشبكة تمشي للشبكة هاي ضربة في الارض نادر هيا 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 واخيرا واخيرا نادر بس قلت لك عندي احساس ان نادر بيربح اليوم وصلنا للختام وانست وشرفت محمد شكرا مشكور جدا شرفت وجودي معكم الدعوه لا بارك الله فيك لي الشرف اكثر التواجد مع نجوم ليبيا ان شاء الله ربي يوفقكم في مسيرتكم الاعلاميه والفنيه في الاعلام نشوفوك نشوفوك في الاعلام ان شاء الله مشروع حتى هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ثاني ادعموني بس ان شاء الله ربي يوفقك تلقى نادر قدامك زي المره الاولى ناخذ منه الرايه مشاهدينا الكرام نقول لكم تصبحوا على خير وفي حلقه جديده نتلاقوا ان شاء الله امتلكها بثقة. مشاكل العظام والعضلات من أكثر المشاكل انتشاراً وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك. والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفيفيناك لأن يعالج الإصابات الرياضية وآلام العضلات وأعراض الروماتيزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة أفضل إمكانيات.